سلام جايز، صباح بخير، لاباس عليكم، اموركم هانيه، كل شيء مزيان، كل شيء. وهذاك قبل ما نبدا لا فيديو اليوم، ولا قبل ما نهضر على الموضوع ديال لا فيديو اليوم، كنت قلت لكم في واحد الفيديو قبل باللي ان شاء الله غادي نبدا نشارك معكم بزاف ديال الحوايج اللي كندير في الكوتيديان ديال. دونك كنت قلت لكم باللي وجدوا باللي راه الكونتون اللي رايكم في يوتيوب راه ما يبقاش هذاك الكونتون اللي كنت كنلوح، يعني ما يبقاش غير فيديو بحال هكا واقف قدام الكاميرا، مي غيكونوا دي فيديو على برا، نشارك معكم مثلا شي اكسبيريونس اللي عشتها جديده. دونك كنت شاركت معكم في شي الله ديك الساعه شريت واحد الكتوبه، دونك دابا غادي نشارك معكم. ما عرفتوش هاد الناس اللي متبعيني في انستغرام عارفين، حيت كنت ديجا لحقت في واحد ستوري. دونك خديت واحد الكاميرا جديده، نيكون كولبيكس A900. دونك هذه كاميرا شنو عجبني فيها صراحه هي هاد القضيه هذه هي الاولى، يعني كتقدر دير بها سيلفي، وثاني حاجه كتصور مزيان. يعني ديجا جربت فيها كيكو فيديو، لكن شفتوهم هادو اللي قبل دوزت تقريبا شي ثلاثه لي فيديو راه كنت ديجا صورتهم بها، ويلا دابا جربت بها كيكو فيديو عاوتاني على برا، وصراحه عجبتني ومزيانه. بالنسبه للثمن ديالها كدير تقريبا شي 4000 درهم. دونك غالبا هذه اللي غادي نصور بها هذه الفيديو ديالي فاش غادي نكون على برا، اوليو ديال انني نصورهم بالتليفون. وحتى لي فيديو اللي غادي نلوح في يوتيوب الا كنت كنصورهم في الدار فراه غالبا غادي نصورهم بهذه. دونك هذا بالنسبه للجديد، دونك داكشي اللي جاي يعني في لي فيديو اللي جايين، ولا في السيمانه الجايه، ولا السيمانه المورا، ولا الشهر اللي جاي، راه غادي تكون الغالبيه فيها فيديو كنهضر فيها مثلا بحال هكا، كنعطي شي معلومه، كنعطي شي ميثود، كنعطي شي حاجه، اي او ميم طون غادي نكون كنشارك معاك ليكسبيريونس ديالي في شي حاجه جديده جربتها. دونك هذا هو الجديد. بالنسبه للموضوع ديال اليوم، فجيت نهضر على الكومفورت زون، هاد التسميه اللي عاوتاني كثيره بزاف كلشي تيهضر عليها. دونك الكومفورت زون شنو هي؟ منطقه الراحه. شنو هو الريسك ولا شنو هو الخطر في هاد منطقه الراحه؟ هو انه ما كيناش فيها شي حاجه اللي كتكبر. منطقه الراحه هي فاش الا كنت انت في منطقه الراحه ديالك شنو كيعني؟ كيعني بانك كدير دوك الحوايج اللي انت مرتاح فيهم، يعني كتمشي لديك الخدمه اللي كتمشي ليها، ولا كتمشي لديك القرايه اللي كتمشي ليها، كدير دوك لي زاكسيون اللي كدير نورمال. وهنا غيكون واحد المشكل، علاش؟ حيت الا كنتي كدير لي ميم زاكسيون شنو غادي يعطيونا؟ لي ميم ريزولط، يعني ما غادي تبدل حتى شي حاجه في حياتك. وانا جو سوي سور بلي انت عندك دي زوبجيكتيف باغي توصل ليهم، يعني كاين عندك اهداف باغي توصل ليهم، وهذوك الاهداف راه ما يمكنش لك توصل ليهم وانت في الكونفورت زون. علاش؟ حيت في الكونفورت زون غادي دير الحوايج اللي كدير طبيعي ونورمال. كاينين شي ناس اللي ما فهمتش انا علاش هاد المعادله هادي ما بغاوش مازال يفهموها. باغين شنو باغين يديروا؟ باغين يوصلوا للاهداف ديالهم وباغين يكونوا مرتاحين، يعني هو في الطريق ديال انه باغي يوصل للاهداف ديالو باغي يكون مرتاح، ما باغيش يكون كيحس براسو ما مرتاحش. ناخذ ان اكزامبل، مثلا انا الهدف ديالي هو انني امباكتي بزاف ديال الناس، الهدف ديالي هو انني ندوز لو ميساج لو ماكسيموم ديال الناس، دونك خصني ندير دي فيديو. دونك فاش غادي نجي ندير دي فيديو؟ بيان سور ما غاديش نكون مرتاح وانا قدام الكاميرا، عادي جدا ما غاديش نكون مرتاح، ولكن راه الا بغيت نوصل لهذاك لوبجيكتيف راه خاصني ندير هذيك الحاجه، يعني مرتاح ولا ماشي مرتاح. والحاجه اللي زوينه عاوتاني في انك ملي كتخرج من الكومفورت زون ديالك في الاول كتحس بواحد الاحساس ديال انك ما مرتاحش، ولكن مع المده مع المده مع المده مع المده تتولي تجيك عاديه جدا، وكتولي هذيك الحاجه اللي كنتي فيها ما مرتاحش في الاول كتولي حتى هي داخله في الكومفورت زون ديالك، والكومفورت زون ديالك كتبدا كتوسع 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 كتوسع، حتى واحد الوقيته كتجي تري نورمال على انه الاهداف ديالك يكونوا في الكومفورت زون ديالك، وكيجيك حاجه طبيعيه انك تكون كتعيش الاهداف ديالك. دونك الصعوبه فين كاينه؟ كاينه في الاول، في الاول ضروري ما غاديش تكون مرتاح. فاش غادي تبغي تتعلم اللغه الانجليزيه، ولا تبغي تتعلم اللغه الفرنسيه، ولا اي لغه اترونجير، راه في الاول ما غاديش تكون مرتاح وانت كتسمع هذاك الصوت ديالك وانت كتهضر بها ما يعجبكش الحال، ولكن مع المده غادي تولف عليها وغتولي تجيك شي حاجه عاديه. ولكن الا ما تعلمتيش ديك اللغه راه غيتسدو عليك بزاف ديال الافاق، يعني ما غتوصلش لبزاف ديال لي زوبجيكتيف. هذا المثال ديال اللغه، وكاين بزاف 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 ديال الامثله اللي بغيت نقول لك
شنو هو الرساله ديالي، هي الاهداف ديالك كاينين اوت اوف يور كومفورت زون، كاينين خارج منطقه الراحه ديالك. الا بغيتي توصل الاهداف ديالك خاصك توجد راسك على انك ما غاديش تكون مرتاح. وقلت لك راه باللي راه داك الشعور بعدم الراحه راه ما غيكونش ديما، راه غادي يكون غير في الاول، راه غير في الاول، من بعد راه مع المده راه كيف قلت لك الكومفورت زون ديالك تتكبر. دونك هذا الشيء اللي كان في لافيديو ديال اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منها شي حاجه. اذا عجبتك لايكيها وشيريها مع اصحابك، تهلاو ليا فراسك ونتشوفوا في فيديو جديد غدا ان شاء الله.